أهلا بكم من جديد. قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن العالم دخل مرحلة عدم اليقين فيما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال خلال الفترة الحالية نتيجة التغيرات التي يمر بها العالم، وأضاف في مقابلة مع قناة العربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس أن العالم عمل بمنظومة بها كثير من الثبات على مدى 3 إلى 4 عقود تعتمد على حرية النفاذ إلى الأسواق وحرية التجارة بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي الذي أعطى زخما للتجمعات الاقتصادية. الفترة الأخيرة ظهرت كثير من الأمور اللي أربكت هذه الثوابت، يعني طبعا قضية الخلافات في التجارة الدولية، البريكزيت أثار كثير من التساؤلات أيضا على مشروع الوحدة الأوروبية، وإضافة إلى ذلك أيضا دخلنا في مسألة أزمة المناخ والتغير المناخي، ويضاف إلى ذلك مسألة التحولات التكنولوجية الكبيرة وتأثيراتها على الاقتصاد. فالآن احنا دخلنا مرحلة فيها بعض عدم اليقين لانعكاسات مثل هذه التغيرات الكبيرة على مستوى الاقتصاديات، لكن ملخص القول ان الأنشطة التقليدية بشكل عام ستواجه مشاكل كبيرة، والأنشطة اللي يعني بتتفاعل بإيجابية مع التحولات التكنولوجية ومع المتطلبات التغيير المناخي بيكون لها مستقبل أكبر. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة الأسواق التجارية برئاسة السيد عبد الحكيم الشمري لقاء تعريفيا لأصحاب معارض السيارات الجديدة والمستعملة ببيت التجار، وقد تم خلال اللقاء الاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه القطاع والوقوف على الفرص المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعارض ومناقشة الحلول المناسبة لتجاوز مختلف الصعوبات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية. وأشار رئيس لجنة الأسواق التجارية برئاسة السيد عبد الحكيم الشمري إلى أن اللجنة تهدف من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى الالتقاء مع أصحاب الأعمال والتعرف على المشكلات التي يواجهونها والرد على كافة استفساراتهم، ثم رفع الملاحظات والمرئيات إلى الجهات المعنية في المملكة. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى فقرة أسواق المال، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، فقد تقدم مؤشر البحرين العام في نهاية إقفال اليوم بارتفاع نسبته 48% مقفلا عند مستوى 1651 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2,883,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 838,000 دينار تم تنفيذها من خلال 65 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. ننتقل إلى باقي البورصات الخليجية، وكما نتابع كانت الإقفالات بين صعود وهبوط، وكانت أبرز الأسواق المرتفعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بارتفاع بنسبة 0.95% بإقفال عند مستوى 5,234 نقطة. أما على صعيد المؤشرات التي شهدت هبوطا في نهاية تداولات اليوم، فقد كانت سوق دبي المالية على أبرزها بإقفال بنزول عند مستوى أو بنزول بمستوى 0.21% وبإقفال عند مستوى 2,848 نقطة. قال وزير المالية السعودي إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات. وقال الجدعان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية
أن عليهم التركيز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح، وأشار الجدعان إلى أنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي 30 مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو خلال الشهر الماضي، ستتلقى قطاعات الاقتصاد دعما في رأس المال. وتوقع وزير المالية السعودي مزيدا من التعافي لأسعار النفط في عام 2020 بفعل من الطلب القوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية. أكد وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني أن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان منذ ولادته تحتاج إلى دعم الداخل والخارج، وقال في مقابلة تلفزيونية إنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف نصل إلى الإفلاس، مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي، وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة. وأضاف أن استحقاق اليوروبوند أو السندات الأوروبية يأتي بعد شهرين، ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن حاجة بلاده لاحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، وأنه يوجد خلل هيكلي في البلاد، وقد تم بيع الدولار الأمريكي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين، مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي الذي يبلغ 45 جنيها للدولار. كما وافق مجلس السيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية عام 2020 في شهر ديسمبر الماضي، وهي الأولى منذ إطاحة الرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. تويوتا تعلن استدعاء سياراتها في مختلف أنحاء العالم بسبب خلل في عمل الوسائد الهوائية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثات جيدة جدا مع الاتحاد الأوروبي، لكنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستدرس بجدية فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. وأرجأ البيت الأبيض مرارا قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا، وأثار تهديد ترامب بفرض رسوم على مكون رئيسي في الصادرات الأوروبية أثار توبيخا قويا من مسؤولين أوروبيين ومن شركات صناعة السيارات، وهي مصدر رئيسي للتوظيف في الاتحاد الأوروبي. قالت شركة التأمين AON إن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والتي بلغت 3 تريليونات دولار، بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق. وذكر تقرير الشركة أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت الأكثر تضررا في الفترة من عام 2010 حتى عام 2019، حيث شكلت 44% من حجم الخسائر، وكانت الزلازل وموجات المد العالية أو التسونامي والأعاصير من بين الكوارث التي شهدتها المنطقة. وقالت الشركة إن شدة الظروف المناخية وعدد السكان الكبير في مسار الكوارث وتعطل سلاسل التوريد في ظل عولمة الاقتصاد ساهما في الارتفاع الحاد في الأضرار الاقتصادية. تستعد بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي واليابان لعقد اجتماع استثنائي من أجل إصدار عملات رقمية خاصة بها. وأعلن بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي أن بنوكا مركزية رئيسية ستبحث معهما إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها. وأشار البنكان في بيانهما المشترك إلى أن هذا الاجتماع يأتي وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم به. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أعلنت شركة تويوتا استدعاء حوالي 3,400,000 سيارة في مختلف أنحاء العالم، وذلك للاشتباه في وجود خلل في عمل الوسائد الهوائية. وذكرت تويوتا أن خطة الاستدعاء تشمل 2,900,000 سيارة في الولايات المتحدة من طراز كورولا وكورولا ماتريكس وأفالون وأفالون اتش في في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفة أنه لن يتم استدعاء أي سيارات في هذه المرة في اليابان أو أوروبا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.